ورحب بكم من جديد مشاهدينا إلى فقرة بالخط العريض، نبدأها من صحيفة The Independent التي نقرأ فيها مقالا للكاتب روبرت فيسك يرى فيه أن الخلافة الإسلامية قد ولدت على أيدي مقاتلي داعش، ويرى أن استيلاء المسلحين على مدينة الموصل يؤكد انهيار معاهدة سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى، ويتوقع أن تسيطر السعودية على مخزون العراق النفطي محذرا من نشوب حرب سنية شيعية في المنطقة مع الوقت. يكتب جمال خاشقجي في الحياة اللندنية بأن الولايات المتحدة تعرضت لفضيحة عندما كشفت التقارير الاستخباراتية حجم الأسلحة التي تملكها داعش تحديدا بعد رفضها تسليح المعارضة السورية، ويرى بأن دعم الملك للأسد أسقطه أخلاقيا وأحيا الغضب السني، وأن ما حدث ليس مؤامرة ضده بل مقامرة انقلبت عليه. ورغم التصريحات الأمريكية، نشرت صحيفة ذا ديلي تيليجراف بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعرض لضغوط من أجل التفاهم مع إيران حول العراق، وقد بدأت إيران بالفعل بإرسال وحدات مقاتلة إلى العراق للمساعدة في الدفاع عن بغداد. ويختم المقال أو يختم المقال بأن أوباما يعي الانتقادات التي سيواجهها جراء هذا التعاون. ذا ديلي تيليجراف أيضا اعتبرت أن التطورات الأخيرة تعيد إشعال الجدل في بريطانيا حول جدوى التضحيات التي قدمتها لإسقاط نظام صدام حسين حينما اتخذت قرار غزو العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ترى أنه برغم الفظائع التي ترتكبها داعش، هناك بعض العراقيين يفضلون حكمها على الحكومة العراقية، مبررين ذلك بأن المالكي يريد القضاء على السنة ولا يتهم الشيعة بالإرهاب، وأن كل من في السجن هم من السنة. وأخيرا القدس العربي كان لها رأي فيما يحدث، ورأت بأن نموذجي المالكي والأسد في تفكيك وحدة بلديهما للحفاظ على الكرسي لا يختلف كثيرا عن ممارسات أنظمة عربية وأقليمية أخرى. وترى الصحيفة بأن الاضطهاد الذي وقع على السنة هو الذي فتح الباب أمام التنظيمات الراديكالية السنية المتطرفة التي أحيت النزاع السني الشيعي القديم، فتحولت الصراعات السياسية إلى خلافات دموية لا يمكن حلها. أستاذة لينا، يعني الكثير من الصحف تناولت، كان يعني الحدث العراقي هو الحدث الأبرز على صدر جميع الصحافة العربية والعالمية. أبدأ مع حضرتك من صحيفة ذا ديلي تيليجراف والتي قالت توقعت بأن تؤدي سيطرة داعش على مدينة الموصل، سوف يؤدي هذا إلى انبلاج معادلة جديدة في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، تحديدا مع الأنباء التي تتحدث عن تعاون إيراني أمريكي في القضاء على تنظيم داعش. ما رأيك بهذه الفكرة التي طرحتها ذا ديلي تيليجراف؟ في الأحداث في العراق ما زالت تحكمها ضبابية كثيرة، منها العنوان الذي ذكرتيه حضرتك، أو ممكن نضع عنوان مناقض تماما. هل تسعى أمريكا إلى توريط إيران في العراق في التدخل؟ لأن هناك قوة حاليا، ثلاث فرق من الجيش الحرس الثوري الإيراني في العراق تحمي المالكي. فالسؤال أيضا قد يفرض نفسه، إن هل تسعى أمريكا إلى توريط وإيران ستتورط تورطا كبيرا كلما تدخلت أكثر في الأزمة العراقية؟ طيب، هناك هجوم أيضا من الصحف العربية والعالمية على الولايات المتحدة تحديدا بعد غزوها للعراق، والنتائج التي وصل إليها العراق بعد هذه المدة الطويلة من الحرب التي اشتعلت في هذا البلد. وهناك أيضا لوم لسياسة باراك أوباما على ما يحدث الآن تحديدا بخصوص تسليح المعارضة، بماذا تفسرين ذلك؟ بالتأكيد الهجوم يعني بدأ في 2003 وسيستمر، وكل يوم عندما يكشف لنا التاريخ فصلا جديدا سيستمر، لأن هذا شيء قام على خدعة أو كذبة كبيرة صاغتها الميديا، شو الميديا الإعلامية الأمريكية بشكل جيد، موجهة من الإدارة بين البنتاغون وإدارة البيت الأبيض. فكل ما راح يكتشف العالم يوم كل يوم تفصيل جديدة عن هذا الموضوع يعني حقيقة أصبحت واضحة. طيب. أوكي. أيضا ذا ديلي تيليجراف أشارت إلى جدوى
غزو العراق في عام 2003، وبدأ يثار الآن جدل ربما نقلته الصحافة البريطانية، جدل في الشارع البريطاني حول جدوى هذه الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق والتضحيات والناس التي قتلت سواء بريطانيين أو أمريكيين في هذه الحرب. هل نستشف من هذا الخبر مراجعة ربما للنفس سواء شعبيا أو سياسيا بعد حرب العراق في وقت لم تعد تنفع فيه المراجعة؟ هاي المشكلة. هذا كل كلام أنتم تراجعون الآن، وإن كنتم حين بنيتم الخطوة أصلا على كذبة. أنا لا أفهم يعني، وهي جمهوريات بريطانيا التي لا تغيب عن كانت لا تغيب عنها الشمس، نعم، وأمريكا يعني. أين كانت وقت أن بدأت هذه الخطوة التي بنيت على أكاذيب يعني؟ والعالم بصراحة ولا العراق يستعد أن يتقبل أي أعذار أو أي مبررات لتدمير دولة، نعم، تحت أي بند يعني، فما بالك إذا كان البند خدعة أو كذبة أو مجرد شو قام به الكاوبوي الأمريكي. فيعني الوضع وبدأ تعقيد يعني. احنا نتكلم عن انه العراق الوضع اليوم او منذ ايام، هذه نتيجة واضحة ل 2003. نحن لا نستطيع ان نفهم ما حدث منذ ايام في العراق بدون ان نستعيد 2003. يعني اتفقت تقريبا جميع الصحف على وصف داعش بانها التنظيم الاكثر وحشية ودموية في التاريخ البشري، وفي المقابل أيضا في بعض الصحف نرى بأن هناك يعني تقارير ترد من داخل الموصل تحديدا تقول بأن السكان انضموا أو يؤيدون تنظيم داعش، والبعض أيضا في تصريحات على بعض الصحف أيضا يقول بأن هذه الثورة التي سوف تطهر العراق. برأي حضرتك أي الوصف أدق للتعبير عما يعني يحصل الآن في العراق؟ وصف صحفي طبعا. أنا تكلمت على هالموضوع بصراحة. الميديا يعني شوية كان بعض الغموض حول كلمة داعش. داعش ليس تنظيم يجمعه وحدة أيديولوجية قائدية مثل القاعدة، لا نستطيع مقارنتهما لأن هناك اختلاف كبير. داعش يحتوي على عناصر مسلحة ذات فكر جهادي، أوكي، ومجموعات كثيرة من الضباط العراقيين القدماء الذين وجدوا أنفسهم بعد أن طاردتهم المخابرات الإيرانية بالإعدام والتنكيل فروا إلى سوريا، نعم، حيث لم يكونوا يملكوا شيء، فروا كما هم مدفوعين بالرغبة إلى الانتقام لبلدهم من الغزو. أنا لا أدافع عن تنظيم جهادي، نعم، ولكن كانت كل الوسيلة لكي إنه يلجأوا إليها كنوع من الانتقام لما حدث لبلده. دعينا نبقى في موضوع العراق. أقرأ لك في مقال مهم جدا للصحفي البريطاني روبرت فيرسك في صحيفة The Independent، ثم نتابع الحوار بشكل مفصل على أزمة العراق. توقع روبرت فيرسك في مقاله في صحيفة The Independent البريطانية، والذي كان بعنوان أزمة العراق، السعودية مولت دولة خلافة السنة، توقع الكاتب تغير موقف قطر وأن توجه أموالها بعيدا عن المعارضة السورية بسبب خوفها وكراهيتها العميقة للنظام السني في السعودية. كما توقع أيضا أن يشهد العالم حربا طائفية في المستقبل بين المسلمين الطائفيين والمعتدلين، قائلا إن الإرهاب سيكون حينها بسبب السلاح الذي يرسله الغرب. ويرى فيسك أن الولايات المتحدة التي تؤيد رئيس الوزراء البائس نوري المالكي وحكومته الشيعية المنتخبة في العراق هي ذات الولايات المتحدة التي تطالب بالإطاحة بالأسد ونظامه، رغم أن الزعيمين أصبحا إخوانا في السلاح في مواجهة تهديد داعش بحسب الكاتب. وتابع فيسك بأن قلق لندن وواشنطن من انتصار داعش لا يقارن بقلق إيران والأسد والمالكي العميق، حيث يعتبرون ما حدث كارثة سياسية وعسكرية. وانتقد فيسك ما وصفه باستمرار تعامل أوباما مع السعودية على أنها صديق معتدل في العالم العربي، على الرغم من أن الرياض تضخ ملايين الدولارات لتسليح المقاتلين في دمشق وبغداد فيما تتودد للقوى الغربية التي تحميها. وأضاف أنه من المحتمل أن تكون محاولات الملك العسكرية لاستعادة الموصل شرسة ودموية، مشيرا إلى أن خوف اللاجئين من انتقام الحكومة الشيعية بات أكثر من خوفهم من الجهاديين الذين استولوا على مدينتهم. وختم فيسك مقاله قائلا إنه يجب أن نسمي الخلافة المسلحة الجديدة باسم أمة الإرهاب.
ما رأيك بالطرح الذي تناوله روبرت فيسك؟ هناك جزئيتين في مقال روبرت فيسك. واحد هو أقرب للواقع والثاني طبعا أنا يعني أختلف معه. فكرة خلق صراع طائفي إسلامي إسلامي أعتقد أن ملامحها بدأت تتضح للمتابع بالنظر إلى ليبيا، سوريا، العراق، أوكي، اليمن، وهي يعني ملامحها هذه واضحة وهي أتفق مع الكاتب فيها. أمريكا تريد خلق أقاليم، الخارطة العربية، خلق أقاليم تدفع نحو، حتى يعني نكون دقيقين بالتعبير، نحو خلق أقاليم ذات صراعات إسلامية إسلامية في المنطقة العربية، ربما سنية شيعية، يعني أكثر طائفية من الإسلامية. نعم. كانت سنية سنية شيعية شيعية، يعني المسألة هي صراع داخلي دون أن تتكلف جندي أو دولار واحد في يعني تحقيق هذا على أرض الواقع. تريد أنه العرب يحققون هذا الشكل. نعم. النمط اللي شايفته يعني الأقدر لها يعني. فطبعا هذا المخطط تعثر بأحداث مصر منذ عام تقريبا. أوكي. ولأنه البراغماتية تحكم القرار الأمريكي، يعني أعتقد أنها ستبقى مخلصة لهذه البراغماتية في تعاملها مع مثلا مصر. نعم. في إطار علاقات، لكنها مثلا في سوريا أو العراق أو ليبيا، وليبيا أعتقد أنه بدأت تدير أيضا وجهها لما تصورناه منذ 3 أعوام حليفا لها، وهي الجماعات التنظيم الدولي. طيب. للإخوان. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتك الكاتبة والصحفية العراقية لينا مظلوم، شكرا جزيلا لك. يعني أتوقع أننا لم نؤخرك كثيرا. لا سعيدة بالوجود، بالعكس نبقى كمان. طيب تمام. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الصفحة الأولى، شكرا لطيب متابعتكم، لكم تحياتي أنا رفاه الخطيب وتحيات أسرة البرنامج، إلى اللقاء.